بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة جماعة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن تاني نوع من انواع اللوب، وهو الفور لوب. الفور لوب حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي هتستخدمها كتير جدا، او يعني خلينا نقول ان انت مش هتبطل تستخدمها في اي ابليكيشن، وطبعا حاجة من الحاجات المهمة اللي في لغات البرمجة عموما. السنتاكس بتاع الفور بسيط جدا. الكي وورد الخاصة بالفور لوب اسمها فور، الايتم هو الفاريبل اللي انت بتنشئه بنفسك وبتسميه الاسم اللي انت عايزه عشان تقدر تناديه في كل مكان وتتحكم فيه او تتحكم بيه في اللوب بتاعك. الايترابل اوبجكت هو الاوبجكت اللي بيحتوي على الداتا اللي فيها البيانات بتاعتك، سواء ليست او تابلز او سيت او ديكشنري او سترينج او اي حاجه من الحاجات دي. جوه اللوب في البلوك اوف كود اللي انت بتبدا تتعامل بيه مع الفاريبل ده وتخلي الايتم تمشي على كل الايتمز اللي في اللوب عشان توصل للنهايه. كل ده كلام نظري، وانا سامع واحد بيقول لي بقول لك ايه، ادينا في العملي عشان نفهم. My numbers دي عبارة عن list، list دي فيها شوية أرقام كده ظريفة من واحد مثلا لحد تسعة بالشكل ده، وعايز أقول له for، بعدين أختار اسم الـ variable اللي هو totally controlled by you، أنت الوحيد اللي تتحكم في الاسم ده، مفيش أي مثلا توصيات أو حاجة معينة عشان تكتب اسم معين، أنت بتكتب اسم مناسب للloop بتاعك. هقول له مثلا number لأن أنا عندي my numbers، لو عندك books يبقى book، لو عندك friends يبقى friend، لو عندك website يبقى web مثلا، او URL او ويب سايت مثلا، اي حاجه. for number in my numbers، بس خلص اللوب على كده يا شباب. وقوله اتفضل print number ومع السلامه، كله تمام. زي ما انتم شايفين الارقام اتطبعت اهي، خلينا نحط التيرمينال على اليمين، نعمل run تاني، ادي الارقام بتاعتك اللي في الليست كلها اتطبعت. الرقم ده احنا ممكن نتعامل معاه نعمل فيه اي حاجه، ممكن نخلي الرقم ده يتضرب في 17 مثلا، الرقم اللي راجع يتضرب في 17، شايفين ممكن تعمل في الرقم اي حاجه انت عايزها. جميل جدا الكلام ده وزي الفل، مفيهوش اي مشكله خالص. ممكن نستخدم كونديشن جوه هنا عشان نتحقق من حاجه معينه. عايز اتحقق من الارقام اللي انا كتبتها دي هل هي ارقام زوجيه ولا فرديه. هقول له مثلا لو النمبر مودولس 2 بيساوي 0 هنعمل ايه؟ هنكتب جنبه ان ده رقم زوجي. معناه ايه يا جماعه السطر اللي انا كتبته ده؟ رقم مودولس 2 بيساوي 0 يعني رقم لو قسمته على 2 باقي القسمه هيبقى 0، الواحد لو قسمته على الاثنين باقي القسمه مش هيبقى صفر، ده رقم فردي. الاثنين لو قسمتها على الاثنين هتلاقي باقي القسمه صفر، ده رقم زوجي. اربعه لو قسمتها على الاثنين فيها الاثنين مفيش باقي قسمه، ده رقم زوجي، وهكذا. طيب هقول له دلوقتي print، ادي الفورمات اوبريتور، هقول له the number وهكتب الرقم بتاعي الظريف ده اللي هو اسمه number اهو، وهكتب جنبها is even، بس كده الحمد لله كله تمام وزي الفل. وقول له run، كتب لي the number 2 is even 4 6 8 كله even. الله، طب فين باقي الارقام؟ حضرتك ما قلتلوش وما اديتلوش اي اوردر انه يطبع باقي الارقام، فانا هقول له else وهطبع انا باقي الارقام هنا. هاخد نفس الرساله دي بالشكل ده وهقول له print the number is odd، ده رقم فردي، فاي رقم لا ينطبق عليه الشرط ده معناه انه رقم فردي، بس اهو كتب لي 1 is odd 2 is even 3 is odd 4 is even وهكذا. طب هو ليه مشي بالترتيب كده؟ انا عايزك تبص وما لكش علاقه بالكونديشن دي ماشيه ازاي، هو اصلا ماشي بالترتيب فعلا. انا مسكت اول رقم رحت على الشرط ده، هل ينطبق عليه الشرط؟ هل هو لو قسمته على الاثنين باقي القسمه يبقى صفر؟ لا، معناه ده عدد فردي، فروح طابع الرساله دي، خش على الاثنين ينطبق عليها؟ اطبع دي، خش على الثلاثه ينطبق عليها؟ لا، اطبع دي، وهكذا. طيب الحمد لله كله تمام وزي الفل. وزي ما عندنا else في الوايل عندنا else هنا، بس يا ترى else هنا بتعمل ايه؟ else هنا ببساطه بتقول لك ان اللوب is finished بالشكل ده. طب معناه ايه يا شباب لوب is finished؟ وليه هي مش زي الوايل؟ هنا يا شباب مفيش شرط بيتحقق، هنا مفيش حاجه اسمها لو حصل كذا اعمل كذا، هنا انت بتقول له انا عندي list لوب عليها. امتى بقى يعرف مني ان في شرط او مفيش شرط؟ سيبك من اللي جوه ده عشان ما تتلخبطش، ده ملوش علاقه باللوب، ده اللوب. الوايل كان فيه شرط والشرط ده كان ممكن يتحقق ولو ما اتحققش هنعمل كذا، هنا الموضوع مختلف. الالس هنا بتقول له ان اللوب از فينيشد. طيب تعالوا ناخد مثال ظريف كده على حاجه من الحاجات اللي بنستعملها كل شويه والخفيفه واللي ما فيهاش اي مشكله خالص، وهو عباره عن سترينج بسيط. ماي نيم بيساوي اسامه، عايز اللوب عليه يطلع الحروف اللي فيه كلها. هقول له فور ليتر عشان دي كلمه، هقول له ليتر ان ماي نيم وبعدها برنت ليتر، بس كده خلص الموضوع والحمد لله. خلينا ده نهمشه عشان ما يفضلش يطبع لنا كلام كتير جدا بالشكل ده اهو. اسامه تقدر تتعامل مع الحرف ده زي ما انت عايز. خلينا نقول ان انا عايز الحرف ده على سبيل المثال نحط قبليه قوس بمسافه ومسافه كمان في النص
بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين اسامه، مفيش مشكله. خلينا نقول له خليهولي كابيتال، حروف كبيره ابر كيس مثلا، اهو اسامه. مفيش اي مشكله خالص في التعامل اللي انت بتعمله مع اي عنصر عادي، تقدر تطبقه هنا جوه اللوب وتقدر تعمل فيه اللي انت عايزه كله. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. نشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.